هنالك عدد كبير من القصور التي بنيت في التسعينيات، انتهى إنشاءها في بداية أو مطلع تسعينيات القرن الماضي. أغلبها تركزت في محافظة تكريت، هنالك أكثر من 166 بناء بين قصر ومنزل ولحاشية الحكومة ومختلف، أغلبها على يعني حواف نهر دجلة. طبعا هو مثل ما تعرف بكل دول العالم القصور القديمة أو القصور اللي تعتبر ملكية أو رئاسية يتم الاستفادة منها وجعلها متاحف يعني عامة المواطنين. طبعا أكو قصور كبيرة جدا ضخمة جدا وكبيرة جدا، صور مسألة إعادة تأهيلها راح يكون يعني تستنفذ يعني مبالغ طائلة، لكن هناك قصور صغيرة الحجم ويعني محدودة الصور، يكون الصرف عليها يكون محدود. Yes, yeah, we